حصل فعل تشابه التحرش بقى لهذا الأمر. بيتقاطع مع بعض الاحتياجات النفسية زي احتياج الإنسان للتلامس. أحيانا الطفل بيكون لم يسبق له تلامس به صحيح، سنوم إلا ما في لم هذا يسبق، الموضع. لم يشبع، مش لم يسبق، ممكن يكون سبق له التلامس لكنه لم يشبع منه. لذلك احنا بنقول للاباء بجد يعني والامهات، احضنوا اولادكم، انتوا مصدر الحضن لايه؟ الحضن الصحي، انتوا مصدر الحضن المتوازن، انتوا مصدر الحضن الذي بلا شبهة وبلا يعني غرض فاسد. افتقار الاباء يقول لك انا الحضن والطبطبه والكلام ده هيخلي الولد مدلل. لا لا لا، افصل ما بين التوجيهات وبين الالتزامات والمسؤوليات وبين ان انت اب وبين ان انت ام وبين احتياجاتهم الطبيعيه، الاحتياجات الشرعيه الكح.